مرحبا برج الميزان. برج الميزان، أنت طاقتك بخصوص هذا الشخص تختلف. بالعادة إذا أنت يا برج الميزان تحب أن تأخذ قراراتك ببطء وتكون دبلوماسي، ولكن طاقتك موجودة بكثرة في طاقتك الهوائية، موجودة بكثرة في القراءة. طاقة السيوف، كرتين، ثلاث كرتات، وأيضا كرتونة. فبما معناه أن أنت موجود وجدا حاضر وطاقتك قوية في هاي العلاقة. انت على غير طبيعتك هاي الفترة، انت جدا صاير عندك طاقة المحارب او طاقة الشخص اللي يدافع عن ما يؤمن فيه. ما الذي تؤمن فيه عزيزي برج الميزان؟ احتمال هذا الشريك، هذه العلاقة. مو شرط فقط انك تؤمن بهذا الشخص لنفسه، انت ترفض، لان اشوف ان في تدخلات من المقربين او من الاهل. انت ترفض ان يتحكم اشخاص ثانيين بمصير علاقتك من هذا الشخص. سبع الاغصان هي طاقة نارية، دائما تتكلم عن، هنا ايضا لدينا طاقة نارية عند الشريك، تتكلم عن، ممكن الشريك ايضا يكون برج هوائي، تتكلم عن الشخص اللي قاعد ماسك غصن ويحارب ستة اغصان موجهة عليه. أنت عندك شيء استفزك في الآونة الأخيرة، تدخل معين، تحكم من أشخاص يحاولون أنهم يوجهون علاقتك مع الشريك أو يتحكمون حتى في مصيرها. أنت إن كانت طبيعتك الاعتيادية هادئة، ولكن هذا الشيء جدا أخرج منك مثل ما يقولون الطاقة والقوة الكامنة داخلك، ودافعت، عندك السيف الواحد، أقوى سيف رقم واحد، Ace of Swords، دافعت بكل قوة عن الشخص اللي تؤمن فيه. مو فقط الشخص، انت كأنك قاعد تقول لهم، عندك two of cups، الكوبين، طاقة السولميت، كأن تقول لهذين الاشخاص او للظروف، انا من حقي مثلي مثل اي انسان، مثل اي انسان، اختار الشريك اللي انا مقتنع فيه، انا مقتنع في اختياري، رجاء لا تشككون بقدرتي على الاختيار ولا تحاولون ان انتو تأثرون عليها، لأن احتمال هذين الأشخاص قاعدين يحاولون يسلبون منك الإرادة الحرة بما يتعلق بالشريك. عندك أيضا مثل ما قلت لك السيف الواحد، السيف الواحد هو بالنسبة لي حقيقة مرة، هي بالعادة دائما تتكلم عن حقيقة أو بداية جديدة. حقيقة مرة أنت راح أو أعطيتها هذين الأشخاص. السيف الواحد موجود عندك أنت على غير عادتك يا برج الميزان، هالمرة صنع القرار، الاختيار النهائي، الكلمة النهائية في هذا الموضوع راح تأتي من عندك أنت. وأيضا ممكن يعني هذا السيف اللي أسفل كارت السولميت، إن هذين الأشخاص يحاولون دائما أن يتدخلون بأي شكل من الأشكال، عشان مثل إذا السيف صار في الوسطى، عشان يدخلون بينكم، يحاولون أي ثغرة، عرفت، يجدون أي ثغرة، أي مسافة بينك وبين الشريك عشان يدخلون، عشان يخربون. ما هو الهدف من وراء ذلك؟ راح نشوف في طاقتهم الخاصة، لأن أشوف عندك مو فقط شخص واحد، عندك مجموعة من الأشخاص يعملون بتنظيم، بترتيب مع بعض، لديهم نفس الطاقة الهوائية، إما هم أبراج هوائية أو هم مركزين جدا عليك في هاي الفترة، حاطينك في بالهم لدرجة ان كل طاقتهم قاعدة تعكس طبيعتك الهوائية، وبينهم تنظيم، بينهم اتفاق، بينهم. اول كلمة سمعتها لما شفت كل سيوف هو انتهازيين. احتمال انت بينك وبين الشريك هاي الفترة مسافة، انفصال، بعد، حتى وان كان بعد بسيط، علاقتكم مو في اقوى حالاتها الحين. فهذين الأشخاص قاعدين يحاولون يدخلون بينكم. أنت حتى وإن كان عندك انفصال أو بعد عن هذا الشخص، أنت جدا محافظ وستحارب من أجل إرادتك الحرة لاختيار شريكك. أشوفك هنا مو شرط أنت يعني جزء من المحاربة من أجل هذا الشخص، ولكن أنت أيضا قاعد تحارب من أجل نفسك. في شخصين في الصورة، في كوبين، أنت قاعد تحارب على حقك انك تعطي هذا الكوب للشخص اللي انت تختاره. ممكن يكون في تدخل من الاهل من جانبك انت او المقربين منك.
الشريك أو الحبيب عنده two of swords أيضا طاقتك يا برج الميزان. السيفين طاقة تتكلم عن دائما شخص معلق في المنتصف مقيد أو على عينه غمامة وعنده سيفين. الصورة الأصلية عنده سيفين لا يستطيع أن يأخذ القرار، محتار لأن عليه غمامة على عينه، فهو لا يعرف ما هو الطريق الأفضل، السيف الأول أم السيف الثاني. الشريك عندك في مرحلة عدم القدرة على صنع القرار، ولكن هو مقيد، يعني هذا الشيء ليس من اختياره، الظروف، الأشخاص، وضع الاجتماعي، وضعكم مع بعض هو اللي مقيده، مو شرط لأنه هو لا يريد أن يصنع القرار أو لا يرغب فيك. أنت تقدر تحارب، تستطيع، عندك القدرة أشوف، ولكن هذا الشخص لا يستطيع أن يتحمل تكلفة المحاربة في هاي الفترة. لديه الطاقة، في أمل في طاقته، ولكن المحاربة لن تخرج منه هو. الشرارة اللي تثبت العلاقة، الكلمة النهائية قلت لك راح تخرج منك أنت. هو مقيد عند ظروف، وإن لم تكن تعلمها في عمله، في أسرته، في شيء مقيدة، بحيث حتى لو تكلم راح يدفع الثمن غالي. هذا ليس من اختياره. وأيضا عند أربعة السيوف، أربعة السيوف دائما تتكلم عن الشخص اللي ماخذ بريك، ماخذ فترة راحة، يحاول أن مو فقط يرتاح، يعيد التفكير بالأمور. إذا أنت تعتقد أن هذا الشريك لم يفعل كل ما بيده من أجل علاقتكم، فوجود أربع السيوف يقول لي أنه حاول بأكثر من طريقة، ولكن كل الطرق لم تؤدي إليك، كل الطرق ما خلته يستطيع أن يصل إليك، ينالك أو تمشي العلاقة. لحد الآن بالنسبة لك كل محاولاته فاشلة، فهو كأنما قاعد أيضا يأخذ بريك، يحاول أن يخرج أقوى، ولكن أشوف أن طاقته مستنزفة. يحاول أن يخرج بحلول جديدة، ولكن في نفس الوقت أيضا الحلول ما قاعدة تساعده جدا، هو عالق وحائر. هاي طاقته العامة. عندك كارت الإمبراطور، الطاقة النارية ممكن يكون برج الحمل أو أي شخص ثاني، ولكن هذه طاقة ملك الملوك. عندنا هنا ملوك، الأشخاص اللي يتدخلون طاقتهم ملوك، هذا ملك الملوك، الإمبراطور، السلطة العليا. احتمال أن هذا الشخص جدا كبير في عائلتك أو عائلة الشريك، ممكن يكون أب قوي الشخصية، ممكن يكون أم قوية الشخصية لها الكلمة النهائية مع هذا الشخص، مع هذا الوضع في جانبه، هو شخص لديه الكلمة النهائية. جد ممكن يكون رئيس قبيلة، ممكن يكون رئيس للعائلة، دائما قائد العائلة، عندهم شخص في العائلة هو اللي يكون الظهر والسند والدعم لهم كلهم، جد جدة، ولكن على أن لديه الكثير من السلطة والقوة. هو جدا يحب هذا الشخص، هاي اللي قاعدة أحسه، حبه لهذا الشخص مثل الطفل المدلل، مثل ما يقول لك الإمبراطور العنيد القوي، ولكن مع هذا الشخص يصبح كما تيدي بير لعبة الدب، يصبح جدا حنون مع شريكك. راح أرجع لكرت الإمبراطور أوضح لك شنو راح تكون دورة في العلاقة بعدين. راح ننتقل الحين للأشخاص اللي يحاولون يحولون دونك ودون الشريك. عندنا أشخاص من نفس الطاقة، نفس الفئة، كلهم سيوف، كلهم هوائيين متدرجين، احتمال يكونوا نفس المجموعة، نفس المحيط، زوجة وزوجها وابنها، من نفس المجموعة، عندهم مثل حزب، عاملين حزب صغير سري من أجل التخريب عليك. ولكن الغريب في الموضوع، شوف أول شيء راح أبتدي، ملكة السيوف وملك السيوف، الطاقة الهوائية المركزة عليك. ملك السيوف دائما هو أعلى
وناضج أكثر، واحتمال أنه أيضا يعرف أن هذا خطأ أن يتدخل ويحاول يسوي كنترول على رغباتك الشخصية. ولكن في هاي القراءة هو خاضع لملكة السيوف. عندك امرأة أرى أنها امرأة أكثر من أي شيء، امرأة ممكن تكون أم لك أو للشريك، خالة، عمة، صديقة للعائلة. هذه المرأة هي العقل المدبر وراء كل المخطط، عاملة مثل المخطط، عندها أجندة. في بعض الأشياء راح ترسلها تجاهك، بعض السيوف راح توصل عندك أنت تحاول التخريب عليك، وعندها أيضا سيف آخر سترسله باتجاه الشريك. يعني غريبة، مع أن دائما الكينج هو اللي مسيطر، ولكن في هاي القراءة الملكة هي قاعدة تسوي مثل لعبة الشطرنج، تتلاعب بالجميع من ضمنهم الملك. وعندها أيضا ابن أو بنت، يعتمد على جنسك أنت يا متابعي. عندها شخص، احتمال ابنها أو بنتها، راح ترسلهم في طريقك أو في طريق الشريك. عندها شخصين وهدفين، واحد منهم سيرسل في جانبك والثاني سيرسل باتجاه الشريك. أتوقع السيناريو الاعتيادي ممكن يكون أيضا العكس، أن فارس السيوف، الفارس المندفع اللي عنده مهمة معينة، دائما هذا الفارس عنده مهمة معينة يذهب بسرعة ينجزها بعنف ويرجع. هذه الملكة لقنت هذا الفارس، شوف الكتاب أول ما جذبني في الصورة أكثر من السيف نفسه، والطير اللي وراءه في الكواليس ينظر فوق كتفه. هذه هي الملكة، هذا الشخص محرك مثل اللعبة البابت اللي في لها سترينجز. هذا الشخص ملقن ومحرك من قبل هذه الإنسانة ومرسل إما في طريقك إما في طريق الشريك. أتوقع أنه في طريقك يحاول أن يكسبك أو يشوش عليك أو يدخل بينكم أو يكون لك كأنما هو بدال هذا الشخص شريك يأخذ مكانه. ولكن طاقتك أنت أيضا هوائية، راح بسرعة تستطيع أن تصد هذا الشخص. عندك طاقة الصد أو مثل درع الحماية، لأن أيضا طاقتك أنت هوائية، تستطيع أن تفهم هؤلاء الأشخاص سريعا. احتمال أنهم من طرف أهلك أنت أو من طرفك أنت، ولكن ستفهم هذا الشخص وتحركاته بسرعة سريعة ورح تقدر أنك تصده. هذا هو الخبر الجيد. الخبر الثاني أن احتمال الشخص اللي أكثر خبرة عندها، أكثر نضج، ملك السيوف، دبلوماسي، محنك، يعرف كيف يتكلم، يعرف كيف يوصل رسالته، أيضا ملقن، ولكن هو أيضا مرسل من قبلها. عين الطير متجهة إلى الأمام، راح ترسله باتجاه احتمال الإمبراطور في حياة الشريك. مهما كان الإمبراطور بالنسبة له، ممكن يكون أمه، أبه، جدته، المسؤول عنه، ممكن يكون حتى مسؤولة في العمل. من أجل ذلك هو مقيد. احتمال هذين الأشخاص يستطيعون أن يصلون إلى مقر عمل شريكك، من أجل ذلك هو مقيد وخائف ولا يستطيع الحراك. يعرفون عنه أشياء معينة، منزلة، طريقة التواصل معه، اكتشفوا عنه شيء، قاعدين يستخدمون هذا الشيء ضده، أو كأنما يهددونه، أو كأنما في تخويف من جانبهم. لأن احتمال أن ترسل ملك السيوف باتجاه الإمبراطور، ملك السيوف سيدخل في محيط شريكك على أساس أنه ناصح، على أساس أنه صديق، على أساس أنه إنسان حكيم يحاول أن يعدل الوضع، ولكن هو نيته نفس المخطط، فركشة العلاقة. رح يتوجه باتجاه الإمبراطور في حياة الشريك ويخبره 1 2 3 ويحاول أن يخرب بينكم. اللي أتوقع أنه راح يصير أن السحر والمخطط، السحر راح ينقلب على الساحر، مخططهم راح يفشل. راح أقول لك ليش. هذا الإمبراطور يمكن بالعادة هو غير موافق لارتباطك مع الشريك، غير موافق على علاقتكم، على ارتباطكم، على وجودكم مع بعض. هذا دائما إنسان عنيد، يحب التملك، يحب أن يتملك حتى الشريك لأنه أعلى منه.
مديرة في العمل، لديه السلطة عليه مثل سلطة الأم والأب على الأبناء. ولكن الغريب في الموضوع، عندما يصل ملك السيوف إلى الإمبراطور، الإمبراطور نفسه اللي دائما كان معارض لكم هو اللي راح ينقلب عليهم، هو اللي راح ينقلب على ملك السيوف يحط له حد. لماذا؟ هم في شيء أغفلوه، أغفلوا حبه لهذا الشخص. احتمال الإمبراطور راح يرى شريكك تعيس، راح يرى شريكك مهزوم، وحتى إن كانت طبيعته أو منصبه مع الناس تصرف الطبيعي أن يسمع كلام هؤلاء الأشخاص، في هذا الموقف راح ينقلب عليهم. هو اللي راح يضع لهم حد، هو اللي راح يحارب من أجل أن أنت توصل مع الشريك إلى نتيجة. كأنما هذا الشخص يكون بالنسبة لي دائما مثل الأب أو الأم اللي دائما هو يحب أن يتحكم بأبنائه ويربي أبنائه، واحتمال حتى يؤدب أبنائه، ولكن لا يسمح للآخرين حتى أن يقولوا كلمة بسيطة عن أبنائه. هذه هي طاقة اللي قاعدة أحس فيها في القراءة. لما يوصل الموضوع للأشخاص اللي يحبهم جدا قوي، وهو ملك الملوك، سلطته أعلى وقوته أقوى وعنفه أعنف، كل السلطة اللي هني، كل المحاولات اللي هني راح تفشل، راح يصدها عندكم شخص لطالما كان إما غير موافق إما غير مشجع لعلاقتكم. هذا هو الجزء المضحك والمفاجئ من القصة. كرت المفاجأة اللي راح أسحبه لك راح يكون مختلف عن المرة السابقة، لأن ما أتذكر المرة السابقة شنو كان الكرت، لكن راح نشوف شنو المفاجأة اللي راح تكون في الموضوع بينك وبين الشريك يا برج الميزان. The High Lady of Love and Compassion. Reverence, Kindness, Consideration. السيدة العليا، سيدة الحب والتعاطف. احتمال الكرت عندك رقم واحد، هنا أيضا عندك السيف رقم واحد. الرسالة الموجهة لك عزيزي برج الميزان أن أنت فعلا راح تحارب من أجل هاي العلاقة، واحتمال أنك راح تنجح، ولكن دائما تذكر تعاطف مع الشريك. حاليا تعاطف مع الشريك، هاي الرسالة الخاصة لك عشان لا تخسره، لأن الشريك حاليا وإن لم تكن تعرف كل الصورة أو كل الأحداث، في أحداث خفية أنت لا تعلمها ستحدث وراء الكواليس، احتمال أن تروا فقط يخبرك بهاي الجانب، ولكن أنت لن ترى أنه حدث على أرض الواقع، رح يكون كله وراء الستائر المغلقة. فأنت مهما يحدث في الفترة القادمة كن متفهم، حاول أنك لا تكون معاتب باتجاه الشريك أو الحبيب، متفهم جدا، أيضا متزن، تسيطر على ردات فعلك واندفاعاتك. عندك السيف الواحد مع واحد، احرص أن هذا السيف لا تأخذ وتطعن بالشريك، رغبة منك بأن تجعله يتخذ القرار، لأن ترى أخبرك أنه هو في الفترة الحالية مقيد بسبب ظروف معينة. أنت احتمال أنك ما عندك الصورة الكاملة، خليك محب، خليك متفاهم، خليك متعاطف مع الشريك وإن لم تكن تعرف بكامل ظروفه.